المؤتمر السنوي لعين أو اللي هي شبكة الابتكار العربية، بهذا المؤتمر فاز مجموعة من الطلاب بمسابقات. هاي المسابقات كانت دائما هدفها يعني زيادة الابتكار عند هالطلاب. اليوم رح نحكي عن المؤتمر وعن الفائزين ومشاريعهم لنتعرف عليهم. أولا معنا تمارا حجاوي. أهلا وسهلا تمارا. تمارا أنت من جامعة العلوم والتكنولوجيا وفزتي بمسابقة عين الطلابية عن مشروعك للماجستير اللي عم تعمليه، اللي هي علوم جنائية وسموم. رح نتعرف هلأ على مشروعك. وأيضا منرحب بخنساء الحاج. خنساء حضرتك من السودان من جامعة أم درمان، وإنتي فزتي بتحدي أرامكس. كان عندهم مشكلة وإنتوا حلتوا لهم إياها. وبعدين أسيد النابلسي، أسيد حضرتك من جامعة النجاح من نابلس، وإنت فزت بمسابقة عين للمساحات الابتكارية. ألف مبروك الفوز لكم جميعا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، وخصوصا خنساء وأيضا سيد من جامعة النجاح. أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية قبل ما نعرف أكثر عن المسابقة وطبيعة المشاريع والأفكار الابتكارية اللي ربحتوا يعني من وراءها من خلال مشاركتكم بهذا المؤتمر، سيد إذا بتقدر تعطينا فكرة. إحنا قبل المرة حكينا عن المؤتمر الشبكة العربية للابتكار عينك، فأعطينا هيك برضو فكرة سريعة عنه قبل ما ندخل بتفاصيل المسابقات. طبعا هو هذا المؤتمر العربي للابتكارات والمشاريع اللي هو العين، يقام كل سنة يعني هنا في عمان. طبعا يقوم بجمع اللي هو الطلاب وسواء الجامعات، الطلاب اللي عندهم مشاريع أو أفكار يعني فعالة في هذا المؤتمر، بيقوم بعرض مشاريعهم وأفكارهم، وبيكون طبعا في لجنة تحكيم اللي بتقيم هاي المشاريع وتحدد مين الفائزين. طبعا هذه السنة كان اللي هو في كالعادة اللي هو الثلاث اللي حكيت عنهم مجالات، اللي هي الستودنت كومبيتيشن اللي هي الطلاب، والأرامكس تحدي أرامكس، والمساحات الابتكارية اللي أنا شاركت فيها. حلو. بدي أبدأ من عندك تمارا، كتير شدني موضوعك. أنت عم تعملي ماجستير بعلم علوم الجنائية والسموم، شو كان مشروعك؟ شو الابتكار فيه؟ هو مشروع طبي دور دواء الانستلسستين والأتوربستاتين في حماية وظائف الكلى أو الحد من السمية الناتجة من استخدام عقار الإيميبنم، اللي هو موجود بإيش؟ نحكي بشكل بسيط، الإيميبنم هو أنتيبيوتيك يستخدم في المستشفيات كإبر، بكل مستشفيات العالم يستخدم، فمع الوقت بعمل أكيوت كيدني إنجري وتسمم بالكلى. فإحنا كانت تجربتنا أنه نستخدم دواء الدهنيات المتعارف عندنا الأتوربستاتين، وفي الانستلسستين هالدواء كمان يستخدم بالمستشفيات للحد من السمية الناتجة من الإيميبنم. من هذا الدواء عملنا هاي التجربة على رات، على هامسترز، فالحمد لله طلعت بنتائج إيجابية، وتوصلنا أنه significant result أنه هذول الدوايين مفيدين وبيخففوا من التسمم الكلوي اللي بنتج من استخدام الانتيبيوتيك الإيميبنم. طب لجنة التحكيم هل كان منهم أطباء لحتى يقيموا هالمشروع؟ كان في طبيب منهم. كان في طبيب منهم. أوكي. يعطيك العافية وألف مبروك. رح نعرف لاحقا إيش الجائزة أيضا اللي حصلتي عليها، لكن بحب هلأ أنتقل إلى أسيد. أسيد أنت دخلت من ضمن فئة مسابقة عين للمساحات الابتكارية، اللي هي بتقوم على فكرة عرض نماذج أو أفكار لمشاريع ابتكارية. فأحكينا إيش المشروع اللي قدمته. مشروعي كان طبعا هو عبارة عن نموذج، كان في بروتوتايب، كان عبارة عن كف بيعزف موسيقى طبعا بالتفاعل مع الكمبيوتر أو اللابتوب. طبعا هذا الكف مصمم بطريقة معينة أنه لما المستخدم يحرك أصابعه يقوم بالعزف النوتات، مع حركة إيده برضه بيقدر يتنقل بين النوتات بالتفاعل مع أي برنامج موسيقى هو بحبه بالكمبيوتر أو أي آلة حتى موسيقية هو بحب يعزفها. بنعرف كلنا لو بدي أنا أعزف آلة موسيقية أكيد سعرها رح يكون كتير غالي، لكن وفي المقابل ممكن أنا أجيب آلة أستعملها وأحب آلة تانية بقدر أشتري كمان الآلة التانية. أما هذا الكاف بسيط سهل الكل بيقدر يستخدمه، وسعره كتير يعني أبسط بكتير من الآلات، وبتقدر تشمل أي آلة أنت حابب تعزف عليها. بس من خلال أدي أخذك تصمم هذا الكف؟ أدي أخذك وقت تصمم؟ هو كان عندي مشروع التخرج يعني في الجامعة فهو كان يعني على مدى فصل يعني فصل كامل. حلو. رح أجي لخنساء. أهلا وسهلا فيكي بالأردن خنساء، نشيطة أنك جيتي شاركتي من السودان. طبعا أحد الشركات الراعية هي كانت أرامكس، واللي هي شركة نقل وشحن. أعطتكم مشكلة زي ما نقول مشكلة
باجراءات العمل وانتم حلتوها. مزبوط. اعطوكم 6 ساعات، فاحكي لي بالضبط كيف اعطوكم المشكله والوقت وشو الحل اللي اعطيتوهم اياه. مزبوط. يعني احنا من قبل ما نجي على الاردن بكم يوم يعني ادونا زي بريف، يعني بيسنا اس ايميلز انه في مقدمه بسيطه ونبذه تعريفيه، انه حتى الناس تبدا تجمع معلومات عن شركات النقل والتحديات اللي ممكن تواجهها والسيستمز بالعالم. بس زي ما انتم عارفين يعني ما في شركه بتبدا تدي بتحكي يعني حلولها وتحدياتها على الانترنت، فكان الموضوع صعب يعني. فهو بالحقيقه كان تحدي. اول ما وصلنا على عمان في اليوم الاول للتحدي هو كان 6 ساعات طبعا، يعني قدموا لنا تعريف بسيط عن المشكله وعن عن التجارب اللي هم عملوها او الحلول اللي هم الان بيمارسوها، وانه هم كيف متوقعين مننا افكار ممكن تكون مبتكره او فعلا فعاله، خاصة نحن جايين من بيئات مختلفة. نعم. من دول مختلفة. نعم. وكل دولة الثقافة بتاعتها والتحديات اللي ممكن تواجه أراميكس مختلفة عن الدول الثانية. فهم توقعاتهم كانت يعني أنا أتوقع أنها أكبر من 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 الشيء إحنا كنا متوقعينه يعني. فكان تحدي إنه إحنا أول نفهم على المشكلة بزمن بسيط خالص. وبرضو إحنا يعني مساحة الأسئلة ما كانت كبيرة، فكان في مساحة سؤال واحد بس من كل أعضاء المجموعات. فكان تحدي حقيقي انك تو ابزورف المشكله وبعد كده بتفكر في 6 ساعات فقط، واحنا الاول مره نلتقي يعني كمان انتم مش كثير بتعرفوا بعض. صح. مزبوط. فكيف انه يحصل كوميونيكيشن ما بين الفرق ونتفاهم ويحصل هارموني وبعد كده برين ستورمينج وبعد كده الايفالويشن بتاعت الايدياز و و و كل هذا بست ساعات بالضبط. حلو. ساعة كان تحدي بالضبط كبير. كان لازم نسلم الدوكيمنت. يعني يعني اعتقد انه متعه التحدي انه ما كان الموضوع عملي جدا، وان انت فعلا تشتغل على بزنس حقيقي يعني مش حاجه خياليه، وانت بتختبر قدراتك نفسها في انه انت يو كان فعلا يعني جنريت ايدياز ممكن فعلا تحل بزنس كيس حقيقيه، وهي ممكن تكون عندها كاستمرز ويتم تقييمها من اكسبيرتس. طبعا مين كان معك بالفريق؟ انت من السودان، وميس من فلسطين، وميس من الاردن. وميس كمان من الاردن. انت ثلاث عملتوا عصف ذهني. صحيح. وطلعتوا بالحل. صحيح. حلو كثير. طيب اذا خلينا ناخذ فكره عن الجوائز، اذا بتقدري تحكي لنا تمارا شو طبيعه الجائزه اللي حصلتوا عليها لحتى تشجعوا اكثر؟ هي عباره عن $1,000 كانت. حلو. بس هذه هي جائزة، وأساسا مجرد أنه الواحد وصل لهذه المرحلة هي فوز وجائزة بحد ذاتها. نعم. بفكر هو تجمع يعني الشباب المبتكرين مع بعض، هذا لحاله جائزة طبعا يعني وأكثر من عرفنا أنه 20 دولة كانت مشاركة، أكثر من 17 دولة عربية، أكثر من 17 دولة عربية، يعني حوالي 150 متنافس تم هم يقللوا فينا، يعني حددنا مصفينا عرضنا برزنتيشن 16 واحد وبعدين اعلنوا النتائج. حلو كثير. يعطيك العافيه. وسيد كانت جائزتك راح تروح على قطر تاخذ دوره بالتسويق. بالضبط. عندنا شهرين تدريب في قطر مع المؤسسه القطريه للابتكار. طبعا زي ما حكيت تمارا مثل ما حكيت اكيد الجائزه الاكبر اللي هي المشاركه في هذا المؤتمر طبعاً، والتعرف على الناس الطيبين اللي كانوا فيه اكيد. كثير حلو. خمسة اخيرا ايش ربحتوا مع ارامكس؟ ايش كانت الجائزه؟ فرصه لانترنشيب 3 شهور باي قسم من اقسام ارامكس بالدول اللي احنا موجودين فيها. زي ما انتم يعني برضه نفس الفكره انه تحقق الجائزه انه تبدا توثق في نفسك انه فعلا يو كان جنريت ايدياز ايفالويتد ايدياز. شو دراستك خمسة؟ انا في الاصل درست هندسه طبيه بس بعد كده كملت بالماجستير تخطيط استراتيجي. تخطيط ساعدك هذا التخصص طبعاً بفهمك للمشكله ولحلك لها. يس. حلو. انا بعتقد انه اكيد باعماركم يعني مثلا عم تعملي ماجستير وماجستير بهذا العمر، اهم شيء على السي في تبعتكم لما تروحوا تقدموا لاي وظيفه هذا الفخر اللي انتم حصلتوا عليه وهذا الانجاز الكبير اللي بخليكم توقفوا يعني تبينوا تتميزوا بين مجموعه كثير كبيره. فانا دائما بنبسط لما اتعرف هيك على الشباب والصبايا وابتكارهم وابداعهم، اهم شيء ايمانهم بقدراتهم. صحيح. صحيح. نقول لكم يعطيكم الف عافيه، شرفتونا بالاردن واهلا وسهلا فيكم. السيد بتحب تضيف شيء؟ حاب احكي كلمه. حاب اكيد طبعا اشكر المؤتمر هذا وكل من قام وساعد وساهم ودعم وشارك وتطوع في هذا المؤتمر الرائع جدا. انا كثير انبسطت صراحه فيه، ما كنت متمني انه يخلصوا اليومين بسرعه للاسف. بالاضافه اكيد بحب اشكر والدي ووالدتي واهلي وكل من دعمني، والناس كمان اللي فلسطين اللي دعموني اللي اجوا معي بس هم هناك طبعا يعني بروحهم. وبخص طبعا بالشكر اكيد استاذتي ومعلمتي منى زعرور اللي دلتني على هذا
اللي لولاها ما كنت في البرنامج طبعاً. دلتني وشجعتني عليه. وطبعا اكيد بشكركم انتم اكيد شكرا. على هاي المقابله الرائعه والاستضافه اللي عندكم، وان شاء الله يعني بصير معنا لقاءات تانية، وهيك الشباب العربي ان شاء الله بيبدعوا. وواضح انه الجامعات يعني نشكر ايضا الجامعات، جامعه العلوم والتكنولوجيا معروفه دكتورتي دكتور عبير ربابع كمان هي اللي دلتني على العرب انوفيشن نتورك، ونشكر عين بشكل عام يعني ما شاء الله كثير شيء فخر لنا انه تكون موجود. أخي بتحبي تشكر؟ بشكر بدي أشكر أهل عمان كلهم. إحنا أنا مختلفة تماماً عن تمارا وسيد، إنه إحنا مش في دكاترة هم اللي دلون على المؤتمر، إحنا أصدقاء أردنيين هم اللي دونا الفرصة هم دلونا. فأنا بحب أشكر أهل عمان كلهم لأنه مما وصلنا إلى الآن كل التسهيلات كل التيسيرات يعني أبداً ما واجهت مشكلة هم كانوا حلوها يعني حل. فكل الشكر حل. يعني يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم، ألف مبروك، وإن شاء الله منشوفكم عم تتقدموا أكثر وعم تبتكروا أكثر بأفكاركم الإبداعية اللي منشكر مثلاً مثل هاي المؤتمرات اللي عم تتبنى هالأفكار الإبداعية اللي موجودة عندكم. يعطيكم العافية وأهلاً وسهلاً فيكم. شكراً لكم. أهلاً وسهلاً.